بيبدأ الفيلم في مدينة برشلونة في أسبانيا، وبيكون في كائنات غريبة بتظهر فجأة وبتفرض سيطرتها على البشر، وبتقدر الكائنات دي تتحكم في الناس اللي بيشوفوها وبتخليهم يموتوا نفسهم، وبتقدر تخلي عدد كبير جدا من الأشخاص يموتوا في حوادث، ومش بيفضل غير مجموعة صغيرة من البشر في المدينة واللي هم قدروا يتفادوا التعرض للكائنات الغريبة دي. وبيكون في مجموعة من الناس ماشيين في الشارع وراجعين على المكان اللي هم مستخبيين فيه، وبيقابلهم شخص اسمه سباستيان، وبيطلب منهم سباستيان ان هو ينضم ليهم، وده لان هو جعان ومصاب ومش لاقي مكان يستخبى فيه. لكن واحد منهم اسمه مارسيل بيرفض ان سباستيان يكون معاهم، وده لانه ممكن يكون مصدر تهديد لسلامتهم. فبيقول لهم سباستيان ان هو بيشتغل مهندس، وان هو يقدر يجيب لهم مولد كهربائي من مقر شركته اللي هو كان شغال فيها، وهيقدروا يستفيدوا من المولد ده في الإنارة والتدفئة. فبيقتنعوا بكلامه وبياخدوه معهم على المخبأ بتاعهم، وبيوصلوا بعدها المكان بيكون عبارة عن جرش اوتوبيسات، وبيكون ده المخبأ بتاعهم. وهناك بيقابل سباستيان باقي المجموعة وبيرحبوا بيه وبيعالجوه من اصابته، وبيجي الليل وبيتجمعوا كلهم على العشاء، وبيكون في واحد منهم اسمه ازور فاقد بصره، وبيعرف منه سباستيان ان هو قابل مجموعة غريبة من البشر، واكتشف ان هما بيقدروا يمشوا في الشوارع بحرية تامة وهما مفتحين عينيهم، وان الناس دول اسمهم العرافين، وده لان الكائنات الغريبة سيطرت عليهم واستخدمتهم علشان يدوروا على الناس اللي مستخبية منهم ويمسكوهم ويجبروهم على رؤية الكائنات الغريبة، وساعتها يبقوا تحت سيطرتهم ويموتوا نفسهم. وبكده تسيطر الكائنات الغريبة على الكوكب كله. وبيقول ازور لسباستيان ان العرافين دول ليهم قائد اسمه الكاهن، وبيعرف سباستيان ان العرافين مسكوا مرات ازور واجبروها ان هي تفتح عينيها، وبعدها مراته وقعت تحت سيطرة الكائنات الغريبة وموتت نفسها. لكن ازور مسك سكينة وعور نفسه في عينيه علشان يبقى كفيف مدى الحياة وما يبقاش له اي اهمية عند العرافين، وده السبب في ان هو لسه عايش لحد دلوقتي. وتاني يوم كلهم بيكونوا نايمين في اتوبيس من الاتوبيسات اللي موجودة في المكان، وبيصحى سباستيان وبيتسحب لحد ما بيوصل للغرفة الرئيسية في الجراج، وبياخد مفتاح الاتوبيس اللي هم نايمين فيه، وبعدها بيرجع على الاتوبيس تاني وبيشغله، وبيتحرك بيه بسرعة جديدة ناحية باب الجراج. فبتصحى واحدة من المجموعة اسمها ليليان، وبتحاول ان هي تمنعه من ان هو يخرج بيهم بره جراج الاتوبيسات، لكن سباستيان بيقدر يخرج للشارع، وبسبب محاولات ليليان بيفقد سباستيان سيطرته على الاتوبيس، وبيتقلب الاتوبيس على الارض. وبعدها بيخرج سباستيان من الاتوبيس وبنعرف ان هو يبقى واحد من العرافين، وبيخرج مارسيل من الاتوبيس وبيقع تحت سيطرة الكائنات الغريبة وبيموت نفسه. وبعدها بتخرج ليليان وهي مغمضة عينيها، لكن سباستيان بيمسكها وبيجبرها تفتح عينيها، وبتاع ليليان هي كمان تحت تأثير الكائنات الغريبة وبتموت نفسها. وبيخرج شخص تاني من الاتوبيس وبيولع في نفسه وبينفجر الاتوبيس بباقي المجموعة، وفجأة بتظهر بنت سباستيان اللي بيكون اسمها انا، وبتكون انا مبسوطة باللي عمله ابوها. وهنا بنعرف ان سباستيان وقع تحت تأثير الكائنات الغريبة من خلال بنته انا، واللي بتوهمه ان الكائنات الغريبة دي تبقى كائنات فضائية بتنقذ البشر من خلال الموت، وبتخليه يشوف الضحايا وهما بيتحولوا لنور بيرتفع في السماء. وبتقول انا لسباستيان ان هو لازم يستمر في تقديم القرابين من البشر للفضائيين، وده علشان سباستيان يقدر يروح لبنته في المكان الجميل اللي هي موجودة فيه مع مامتها، ويتجمعوا تاني كلهم كأسرة. وبنرجع بالزمن 9 شهور لورا، ووقتها كان سباستيان في شغله واتصلت عليه مراته وحكت له على اللي بيحصل في المدينة، وبتقول له ان الناس كلها بتموت نفسها، وطلبت منه يجيب بنتهم انا من المدرسة ويرجع بيها على البيت. وبعدها راح سباستيان لمدرسة بنته وخدها من هناك، ولكن لما وصل لبيته مراته جريت ناحيتهم، وبسبب خوفها من اللي بيحصل حواليها ما خدتش بالها وهي بتعدي الشارع وخبطتها عربية وماتت. وبعدها راح سباستيان وبنته انا على الكنيسة، وهناك قابل الكاهن وطلب منه يحميهم، لكن سباستيان اتفاجئ لما الكاهن قال له ان الكائنات دي معجزة كبيرة وان الكاهن نفسه مستنيها تحصل من زمان، وده لان هو كان بيعمل تعويذات خطيرة جدا وبيحاول يتواصل مع العالم الاخر من سنين. فبيفهم سباستيان ان الكاهن نفسه هو السبب في وجود الكائنات الغريبة دي على الارض، فخد بنته ورجع بيها على بيته واستخبى فيه. وتاني يوم سباستيان شاف الكاهن ومعه مجموعة من العرافين، ووقتها امرهم الكاهن ان هم يمسكوا واحد من الناس ويفتحوا عينيه غصب عنه علشان يشوف الكائنات الغريبة ويموت نفسه. فخد سباستيان بنته انا وراحوا استخبوا في مكان بعيد ومنعزل، وبعد كام يوم مجموعة من العرافين قدرت توصل لمكانهم وهجموا على سباستيان وضربوه. وبعدها فاق ولقى نفسه هو وبنته فوق سطح العمارة وكانوا تحت سيطرة العرافين، وجي الكاهن واجبر انا ان هي تفتح عينيها، وده خلاها وقعت تحت
تأثير الكائنات الغريبة ورمت نفسها من فوق المبنى، وحاول سباستيان يلحق بنته لكنه ما قدرش. وفي وسط حزنه اتفاجئ سباستيان ان بنته أنا ظهرت له من تاني، ووقتها قالت أنا لسباستيان ان هي راحت لأمها ولقيتها في مكان جميل جدا، وطلبت أنا من سباستيان ان هو يبص للكائنات الغريبة ويستمتع بجمالها. وهنا بنعرف ان ظهور أنا كان عبارة عن خدعة من الكائنات الغريبة علشان تخلي أبوها يكون واحد من العرافين ويساعدهم في القبض على البشر. وبسبب اقتناعه بكلام بنته أنا استسلم سباستيان لتأثير الكائنات الغريبة واللي سيطرت على تفكيره وخلته يتبع تعليمات بنته أنا، ويقدم مجموعة كبيرة من البشر كقرابين للكائنات الغريبة، لأنه لو عمل كده هيتجمع من تاني مع بنته ومراته. وبنرجع للوقت الحالي وبيقابل سباستيان مجموعة تانية من الأشخاص، وبيكون معهم كلاب بيستخدموها كدليل ليهم وهم ماشيين في الشارع، فبيطلب منهم سباستيان إن هم ياخدوه معاهم. وبيكذب عليهم وبيقول لهم إن هو ممكن يوصلهم لمكان مولدات الكهرباء، وإن هم ممكن يستخدموها في الإنارة والتدفئة في المكان اللي هيستخبوا فيه. فبتصدق واحدة منهم واللي بيكون اسمها كلير، وبتقنع كلير زمايلها رفا وأكتافيو بإن هم ياخدوا سباستيان معهم على مخبأهم. وبعدها بيوصلوا للمخبأ بتاعهم واللي بيكون عبارة عن نفق تحت الأرض، وهنا سباستيان بيتعرف على واحد اسمه روبرتو ومراته واللي بيكون اسمها إيزابيل، وبيشوف سباستيان طفلة ألمانية اسمها صوفيا، وبيعرف إن كلير لقيت صوفيا في الشارع وكانت تايهة وبتدور على أمها. لكن رفا بيسأل سباستيان عن مكان مولدات الكهرباء علشان يروح يجيبوها، فبيقول له سباستيان إن هو كذب عليهم علشان يقنعهم إن هم ياخدوه معاهم. فبيقرر رفا إن هو يرمي سباستيان بره المكان، لكن فجأة صوفيا بتتدخل وبتتكلم مع رفا، يكون رفا مش فاهم كلام صوفيا نهائي، وده لان هي بتتكلم باللغة الالمانية. ولكنهم بيتفاجئوا كلهم لما بيلاقوا سباستيان بيترجم لهم كلام صوفيا، وبيقول سباستيان لرفا ان صوفيا بتطلب منه ان هو يخليه معاهم. وبتتدخل كلير وبتقول لرفا ان سباستيان كذب عليهم لانه كان بيحاول يحمي نفسه من الموت، فبيقتنع رفا بكلامهم وبيسمح له ان هو يفضل معاهم. وبعدها بيقعدوا كلهم سوا علشان يعرفوا قصة صوفيا، فبتبدا تحكي صوفيا قصتها لسباستيان وهو يترجم لهم كلامها. فبيعرفوا ان صوفيا كانت مع امها في رحله بحريه على السفينه، وقبل ما تتحرك السفينه صوفيا لقيت الناس كلها بترمي نفسها في البحر، لكن امها غمت لها عينيها وهربت بيها من السفينه. وبعدها صوفيا لقيت نفسها مع امها جوه اتوبيس من الاتوبيسات اللي في الشارع، ووقتها امها شغلت الراديو علشان تسمع الاخبار وتعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. وبتقول صوفيا ان امها عرفت من الاذاعه ان في قلعه موجوده على سطح جبل خارج المدينه، وان المذيعه طلبت من الناس ان هم يتوجهوا فورا للقلعه، وده لان القلعه دي محصنه جدا والكائنات الغريبه مش هتقدر توصل لهم فيها. وبعدها ام صوفيا خدتها ومشيت بيها في الشارع علشان يروحوا لمكان القلعه اللي قالت عليها مذيعه الراديو، لكن وسط الزحمه الشديده صوفيا سابت ايد امها وتاهت منها. فهنا كلير بتسال صوفيا عن مكان القلعه دي، فبترسم صوفيا على الحيط رسمه للقلعه وعربيه الفريق بتوصل ليها، فبيعرفوا الجبل ده وبيقدروا يحددوا مكانه على الخريطة، وبيقرروا كلهم ان هم يروحوا على هناك علشان يستخبوا في القلعة دي ويحموا نفسهم من الكائنات الغريبة. وتاني يوم كلهم بيغموا عينيهم وبيخرجوا للشارع وبيبدأوا رحلتهم، وفجأة بتظهر الكائنات الغريبة وبتحاول تخترق عقولهم وتسيطر عليهم، والكلاب بتخرج عن السيطرة وبتجري منهم، وبتمشي صوفيا ناحية صوت امها اللي بتسمعه في ودنها، وبيطلب منها الصوت ده ان هي تشيل الشريط اللي على عينيها، لكن اوكتافيو بيلحقها في اخر لحظة وبيقول لها ان ده مش صوت امها. وبيروح اوكتافيو لكلير وبياخدهم وبيمشي من المكان بسرعة، وبيفضلوا يدوروا على مكان علشان يستخبوا فيه. وفي اللحظة دي رفا بيكون بيدور على كلابه وبيسمع صوت الكلاب وهي بتتعرض للاذى، فبيشيل الشريط من على عينيه علشان ينقذهم، لكنه بيكتشف ان دي خدعة وبيقع تحت سيطرة الكائنات الغريبة وبيموت نفسه. وفي الوقت ده روبرتو وايزابيلا بيسمعوا صوت رفا اللي مات وهو بينده عليهم، فبيروح روبرتو ناحية جثة رفا وبتيجي الكلاب وبتهجم عليه وبتعضه في ايده، وده بعد ما الشريط وقع من على عيونهم وبقوا تحت سيطرة الكائنات الغريبة. فبتجري ايزابيلا على روبرتو وبتنقذه منهم، وبعدها بيسمعوا صوت صفارة اوكتافيو، فبيروحوا بسرعة ناحية صوت الصفارة، وبيكون اوكتافيو قدر يفتح باب بيت من البيوت اللي في الشارع. وكل ده بيحصل قدام سباستيان، فبيلبس نظارته وبيروح معاهم على البيت اللي لقاه اوكتافيو، وبيدخلوا كلهم جوه البيت وبيكونوا زعلانين جدا بسبب موت رافا. وبتستغرب كلير من اللي بيحصل لهم، وده لان هي سمعت صوت اخوها جاك اللي مات من فتره وهو بينده عليها. فبعدها كلير بتسال سباستيان هو سمع صوت ايه، فبيقول لها ان هو ما سمعش اي صوت. وبيغير سباستيان الموضوع وبيقوم علشان يدور على صوفيا، وبتكون صوفيا قاعده على الارض وخايفه، فبيقرب منها وبيطمنها وبيطلب منها ما تخافش.
وبيطلع سباستن سلسلة بنته أنا وبيديها لصوفيا وبيقول لها إن السلسلة دي هتحميها من الكائنات الغريبة. وفجأة بتظهر أنا لسباستيان وبتكون متضايقة لأن أبوها إدى السلسلة بتاعتها لصوفيا، فبيقول لها إن البنت كانت خايفة وهو بيحاول يطمنها، فبتقول له إن صوفيا لازم تفضل بالنسبة له مجرد قربان هيقدمه للكائنات الغريبة. وبعدها بيكتشفوا إن روبرتو جسمه بدأ يسخن بسبب الجرح اللي في إيده، فبتكشف عليه كلير وبتقول لهم إن هو محتاج مضاد حيوي، فبيقرر سباستيان إن هو ياخد كلير وأوكتافيو ويطلعوا الدور التاني للبيت علشان يدوروا على أدوية. ولما بيوصلوا الدور التاني كلير بتروح للحمام وبتلاقي مجموعة أدوية، فبتغطي نفسها وبتدور على مضاد حيوي وسطهم. وفي الوقت ده سباستيان بيوصل لأوضة السفرة وبيكون الشباك مفتوح، وبتظهر أنا لسباستيان وبتطلب منه إن هو يتخلص من أوكتافيو وكلير، فبينده سباستيان على أوكتافيو وبيطلب منه يجي على أوضة السفرة، وبيكذب عليه وبيقول إن هو قفل الشباك، فبيشيل أوكتافيو الشروتين على عينيه وبيدخل الأوضة، وبيقع أوكتافيو تحت سيطرة الكائنات الغريبة وبيمسك سكينة وبيموت نفسه. وفي اللحظة دي كلير بتسمع صوت أوكتافيو وهو بيقع على الأرض، فبتروح على الأوضة بسرعة وبتسأل سباستيان عن اللي حصل لأوكتافيو، فبيقول لها إن أوكتافيو ما خدش باله إن الشباك كان مفتوح ووقع تحت تأثير الكائنات الغريبة وموت نفسه. فهنا أنا بتطلب سباستيان إن هو يشيل الشريط من على عين كلير علشان يحصل لها نفس اللي حصل لأوكتافيو، لكن سباستيان بيرفض ينفذ كلام أنا. وفجأة كلير بتسمع صوت أخوها جاك في ودنها، فبتطلب من سباستيان إن هم يخرجوا من المكان ده بسرعة، فبيخرجوا من المكان وبينزلوا للدور الأرضي. وهنا بتحكي كلير لإيزابيل وروبرتو عن اللي حصل في الدور التاني. وفي اللحظة دي أنا بتسأل سباستيان هو ليه رفض يشيل الشريط من على عين كلير، فبيقول لها إن هو ما شافش أي نور بيخرج من جسم أوكتافيو بعد ما مات، وبيقول لها إن هو بدأ يشك في إن هو بيساعد الناس، فبتقول له يخلي باله لأن هو كده بدأ يفقد إيمانه بيها. وبعدها بيخرجوا كلهم للشارع علشان يكملوا في طريقهم للقلعة، فبيشوفهم واحد من العرافين وبيطاردهم، فبيجروا بسرعة علشان يلاقوا مكان يستخبوا فيه. وأثناء ما هم بيجروا بيقع روبرتو على الأرض وبيتعور في رجله، وبترجع له إيزابيلا وبتفضل جنبه، فبتشيل إيزابيلا الشريط من على عينيها وبتقرر إن هي تموت مع جوزها. وفي اللحظة دي سباستيان بياخد كلير وصوفيا وبيجري بيهم، فبتطلب منه كلير إن هم يرجعوا لروبرتو وإيزابيلا علشان ينقذوهم، ولكن سباستيان بيرفض وبيقول لها ان العرافين جايين وراهم، وبيزق باب عمارة وبيفتحه وبيدخلوا علشان يستخبوا فيها. وبتكتشف كلير بعدها ان سباستيان بيقدر يشوف من خلال نظارته، فبتعرف كلير هنا ان هو يبقى واحد من العرافين، فبتاخد صوفيا وبتهرب بيها بسرعة لحد ما بتوصل لسطح العمارة، فبيطلع سباستيان وراهم وبيطلب من كلير ان هي تهدى، لكن كلير بتطلب منه يبعد عنهم والا هي هتقتله، لكنه بيطمنها وبيقول لها ان هو اللي هينقذهم من الكائنات الغريبة دلوقتي. وفجأة بيختل توازن كلير وبتقع من على سطح العمارة على سلم الهروب وبتفقد وعيها. فهنا بتظهر أنا وبتطلب من أبوها إن هو يشيل الشريط من على عين صوفيا، لكنه بيقاوم تأثير أنا عليه وبيرفض يشيل الشريط من على عين صوفيا وبياخدها في حضنه. وبعدها بيروح وبيفوق كلير وبيحكي سباستيان لكلير اللي حصل معه هو وبنته أنا، وبيقول لها إن هو كان فاكر إن هو بيساعد الناس لما بيخليهم يقعوا تحت سيطرة الكائنات الغريبة، وإن هو لما شاف صوفيا اكتشف إن الكائنات الغريبة كانت بتستخدمه لتحقيق أهدافها في القضاء على البشر، وإن هو قدر يتخلص من تأثير الكائنات دي عليه لما بتظهر له في صورة بنته أنا. وبيتعهد سباستيان لكلير إن هو هيحميها هي وصوفيا من الكائنات دي ويوصلهم للقلعة حتى لو ده هيكلفه حياته، فبتقتنع كلير بكلامه وبتقرر تثق فيه. وفجأة بيشوفوا الكاهن وهو معاه مجموعة من العرافين وبيدخلوا العمارة وبيكونوا طالعين على السلم، فبياخد سباستيان كلير وصوفيا وبيهرب بيهم من سلم الهروب، ولما بينزلوا للشارع بيركبهم في عربية وبيسوقها بسرعة. وبيوصل سباستيان عند برج التلفريك وبيطلب سباستيان من كلير ان هي تاخد صوفيا وتركب التلفريك وتروح بيها على القلعة، وبيقول لها ان هو هيفضل هنا علشان يعطل الكاهن ورجالته، فبتطلع كلير مع صوفيا على سلم البرج بسرعة. ولما بيوصلوا عند غرفة التحكم بتكتشف كلير ان التلفريك عطلان، فبتفكر في خطة ذكية وبتروح تضرب الجرس الكبير اللي موجود في البرج علشان تحصل اهتزازات تجذب الكائنات الغريبة للمكان. ولما بتقرب الكائنات الغريبة من البرج المكان كله بيتهز جامد، وبتبدأ تروس التلفريك تشتغل، لكن الكائنات بتحاول تسيطر على كلير وصوفيا لدرجة ان كلير بتسيب ايد صوفيا وبتقاوم سيطرة الكائنات الغريبة بكل قوتها. وفي اللحظة دي صوفيا بتروح ناحية حافة البرج وبتكون خلاص هتقع منه، لكن كلير بتلحقها في اخر لحظة وبتنقذها. وبعدها بتركز كلير مع حركة عربيات التلفريك من قدام البرج، وبتقدر تنط هي وصوفيا في واحدة منهم وبتبدأ تتحرك بيهم عربية التلفريك ناحية القلعة.
القلعة، وفي نفس الوقت ده بيهجم الكاهن على سباستيان، لكن سباستيان بيطعنه بسيخ حديد في بطنه، وفي نفس الوقت بيمسك سباستيان السيخ وبيطعن نفسه علشان يموتوا هما الاثنين، لكن سباستيان بيكون مرتاح وهو بيموت، وده لان هو قدر ينقذ كلير وسوفيا ويوصلهم لبر الامان. وفي نفس الوقت ده بتكون وصلت كلير وسوفيا للقلعة، وبيستقبلهم مجموعة من قوات الجيش وبياخدوهم على المختبر علشان يعملوا عليهم الفحوصات اللازمة، لكن وهم ماشيين جوه القلعة سوفيا بتشوف امها فبتجري عليها وبتاخدها في حضنها، وبيكونوا في قمة السعادة علشان رجعوا البعض من تاني. وبعدها بتروح كلير للمختبر وبتعرف من الدكتورة ان هم بيعملوا فحوصات وتجارب علشان يوصلوا لتطوير جسم مضاد يوفر مناعة ضد تأثير الكائنات الغريبة على البشر. وفي الوقت ده وفي غرفة تانية من غرف المختبر بيكون في اتنين من الباحثين، وبيكونوا بيحقنوا فيران تجارب بعينة من دم العراف اللي تم القبض عليه، وبعدها بيحطوا الفيران في غرفة خاصة وبيبدأوا يراقبوا التغييرات اللي بتحصل من خلال الأجهزة اللي موجودة في المعمل. وفجأة بيسمعوا صوت غريب من جوه الغرفة، فهنا بيطلب منهم العراف انهم يدخلوا الغرفة مع الفيران علشان يشوفوا جمال الكائنات الغريبة. وبيخلص الفيلم. ما تنساش تقول لنا رأيك في الفيلم ده في التعليقات، وممكن تقترح علينا أفلام ومسلسلات نلخصها في التعليقات، وما تنساش تعمل فولو لقناة وصفحة عبد عاطف علشان تتابع الملخصات الكوميدية، ويلا سلام.